ننتقل سالي من أخبارنا الثقافية إلى فقرتنا التالية. سوريا كانت العنوان يلي جمع عدد كبير من المواهب بعالم المسرح الحركي الراقص لتكون حلم مشروع طموح وتحقق. ومن عام 2013 نور بلش الحلم بخطوة، وهو تأسيس فرقة سورية للمسرح الراقص. عروض حصدت جوائز وقدرت تكون متواجدة بقوة بعدد من المهرجانات. واليوم رح نتعرف على الجديد مع نورس برو مؤسس فرقة سورية للمسرح الحركي الراقص. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. خير سالي، صباح الخير نور، صباح الخير للمشاهدين كلهم، وكل عام وانتم بخير. تمام، كل عام وانت بالف خير. شكرا شكرا. رغم كل الظروف سوريا للمسرح الراقص مستمرة. خلينا نحكي عن هذا الاستمرار يمكن والطاقات الشابة الموجودة. يعني مريتوا بكثير ظروف مستمرين، في عندنا ظروف حرب وحتى العروض يعني بتوقفوا فترات بترجعوا وبتجمعوا بعضكم، هذا النفس السوري اللي عم نحكي عنه رغم كل ظروف الحرب اللي عم نعيشها. خلينا نحكي عن سوريا للمسرح الراقص اكثر للمشاهدين. هو حقيقه هذا، خليني اقول، هذا الصمود هو متوازي تماما. دائما بقول مع صمود الناس ومع صمود الجيش ومع صمود البلد يلي بتمر عليها فترات بتكون باوجها، ونحن بنكون مندمجين يعني بهذا، خليني اقول الانتصار يلي هو مستمر، بس يعني مثل ما بيقولوا يوم لك يوم عليك. صحيح. يوم صعب يوم سهل الى اخره، ونحن ما ابدا منجزئين او منفصلين عن، خليني اقول، عن الواقع المعاش بالبلد. نحن بالنهايه مواطنين سوريين عم نعاني من يلي بيعاني اي مواطن سوري، عم نفرح لفرحه وعم نزعل لزعله، اي شيء بيتعرض له نحن بنتعرض له. قد يكون الفارق بانه هو يعمل بمهنه معينه، نحن شوي بيكون عندنا مزاج خاص تجاه الفن او تجاه حاله الرقص بشكل عام، وبالتالي يعني طبيعيه هي المساله. ولكن الاراده يلي حكيتي عنها هي يلي كانت حاضره بقوه، خليني هذا الجميل خلال عندكم. يعني نحن بنعرف اكيد المسرح الراقص بده تكاليف ماديه. صحيح. كبيره ودعم. انتم عم تشتغلوا لحالكم نوعا ما، انتم مجموعه من الشباب، هاي الجهود كمان الى يمكن تقدير كثير كبير ومسؤوليه. صحيح. كمان على عاتقهم بشكل كثير كبير. المسؤوليه الاكبر يلي عم نحملها حقيقه هو اسم الفرقه. يعني اليوم نحن يعني هي الفرقه عم تكون، خليني اقول، مرآة للشارع السوري. أكيد. بالعروض يلي عم يجوا يحضروها لها جمهور معين، لها يعني فعالية معينة عن جمهور بيحب يجي يشوف حاله أكثر بزمن الحرب، بزمن الأزمات، بزمن السلم، يتذكر البلد كيف كانت، يشوفها لوين رايحة من خلال أو من عيون، خليني أقول، شباب وصبايا بتشاركوا معه بذات الهم وحاملين اسم البلد، يعني اسم سوريا للمسرح الراقص. نعم. يعني نورس، مثل ما حكيت نور وحكيت أنت أيضا، رغم الظروف لكن كل شيء عنا مستمر، الإبداع بالعكس عم بيزيد. صحيح. خلينا نحكي عن إعداد المواهب الصغيرة. يعني دائما بنشوف حدا متحمس، فأنتوا عندكم قوية جدا كبيرة تجاه إعداد هيدي المواهب الصغيرة لتصبح مبدعة، لتقدر تقدم شيء طبعا يكون عنوان و شيء يعبر عنكم وعن ابداعكم. هو للامانه انا بشكرك اولا على يعني توضيح هي النقطه، بتهمنا كثير. من بداية تأسيس سوريا للمسرح الراقص لليوم كان هو هذا المشروع الأساس. المشروع ليس الخروج بأعمال تجارية، يعني عفوا، يطلع من وراها مردود مادي معين، أو الخروج بأعمال معينة بهدف الشهرة. لا، كان دائما المشروع الأساس هو، خليني أقول يعني هيك بصراحة ومن دون أي جمايل، أنه بهذا الزمن، زمن الحرب أو زمن الأزمة، أنك تغيبي مجموعة من الأطفال أو الشباب الصغار عن، خليني أقول، هذا السواد المحيط، عن نشرات الاخبار وعن بعلم انه كلياتنا مندمجين بهي الحاله، وخصوصا انه احنا الثلاثه هون اعلاميين قاعدين بالنهايه. صحيح. ولكن يعني لما يكون عندك مسؤوليه انك تغيبي مجموعه من الاطفال ومجموعه من الشباب الصغار عن هذا الواقع وتحطيهم بمناخ هو المناخ الطبيعي الملائم لسوريا بحالتها الطبيعيه، هذا الشيء الصحيح، لانه نحن عم نحكي عن 7 سنين من الحرب. جيل تماماً. جديد تماماً. يعني جيل من الاطفال شو الجديد، شو بتزرعي فيه بتحصدي بعدين. يعني شو بتلقني بيترسخ براسه دائما. لا، معلي، خليه يعيش شوي بظل دار الاوبرا السوريه، مشكوره طبعا لرعايتها، بظل الموسيقى، بظل المسرح الحركي والراقص، بظل الامور يلي خليني اقول اليوم عم يقدر يجاري فيها العالم، بعيدا عن يعني كل شيء له علاقه بمناخ الازمه. وبنفس الشيء انت كمان عم تربي فيه حب البلد والى اخره من خلال الاعمال يلي عم يعملها وعم يكون متلامس مع الناس. لهيك هو فعلا كان مشروع انطلق مع تاسيس سوريا للمسرح الراقص. نحن ملهم شو بنقدم اعمال، وإن
وإنما الهم شو بنقدر نخرج أو نطلع فنانين، نطلع أجيال، نطلع جيل للمجتمع السوري. بس هون كان التحدي لما نقول تماماً. يمكن خلقت بظل الحرب، هون التحدي الكبير بالنسبة لكم. خليني أعتبره نجاح أكثر منه، يعني هذا نجاح يعني وتحدي وقدرة. يعني يعني كان نحن عم نحكي في كثير من الناس ما بتعرف الكواليس العمل الإعلامي تماماً. أو تماماً. الفني صحيح. فهي ضروري نوضحها للمشاهدين لما نقول في ظل الحرب، لما نشوف مثل ما قالت سالي دعم لمواهب صغيرة عم تشوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسوريا المسرح الراقص، أولاد صغار عم يتم تدريبهم رعايتهم، يعني هذا الشيء الصحيح والطبيعي لازم يكون. صحيح. لا وهي فعلا يعني برجع بقول هي مسؤولية كمان تجاه الأهل، مو بس مسؤولية. وأنا هون في شغلة لازم استغلها شوي، بأنه في نماذج أيضا من الأهالي، هي نماذج كبيرة فعلا ترفع لها القبعة اليوم، يعني عم تشارك خليني أقول بهذا التحدي، عم تكون طرف منه. الناس كلها عندها ظروف متفاوتة خليني أقول معيشيا واجتماعيا، لكن عم يكون هدفهم الأول هو استمرارية أولادهم وبناتهم من عمر صغيرة معينة. اليوم في ناس كبروا بالفرقة، كبروا يعني في ناس 7 سنوات أو 6 سنوات لهم بسوريا للمسرح الراقص، يمكن عاشوا نورس فترة هيدا الحرب يعني تماما يعني في شوية توازن صار ما بين يلي عم يحضروه عم يشوفوه بالشارع وعم يحضروه بالبيت وإلى آخره، وما بين هذا الهاجس اللي له علاقة بالحياة المدنية العادية الطبيعية اللي كانت موجودة بسوريا قبل ولا زالت موجودة ولو أثرت عليها بعض الأمور، ونحن أكيدين رح تضل موجودة. يعني لهيك خليني أقول صار في حفاظ على مستوى معين من الوعي الجمعي لثقافة هذا الطفل أو حتى الشاب، لأنه الفرقة فيها أعمار خليني أقول بتبلش من 4-5 سنوات ما بتنتهي بال50 سنة. يعني حلو كتير، يعني سوريا خلاقة وعم تنتج شباب مبدع، وأي مشروع في ظل الحرب هو مشروع يعتبر ناجح. صحيح. طبعا بهدف نبيل مثل الأهداف يلي عم تسعوا لها أنه تستقطبوا الفئة. خلينا نحكي خلال عام 2017، خلال هذا العام كان في خطوة جديدة يلي قدرت فيها الفرقة تحققها. يعني خلال هذا العام 2017 كان يمكن أكثر عام فيه شغلات جديدة، نحكي عنها نورس شوي. هلا هو للأمانة كان التوجه يلي صار بال 2017، يعني نحن خليني أقول بال 2013 كان مرحلة التأسيس، مرحلة انطلاق العمل الأول، ومن ثم الجولة بهذا العمل على عدد من الدول منهم كان الجزائر. حلو. ومهرجان رقص الحديث والمعاصر وكان من أهم المهرجانات. كان حافل. تماما، حصد جوائز. 2014 ضلينا عم نحافظ شوي على موضوع التراث والموروث، ولكن مع دمجه بالباليه الكلاسيكي اللي هو خليني أقول هوية الفرقة، وشوي عم نجرب نفوت الرقص المعاصر بالخبرات الموجودة بالشيء اللي بنعرفه، يعني ما بندعي أكبر من حجمنا، ولكن الحمد لله يعني نحن وصلنا بمحل من المحلات لذائقة معينة. 2015 كان في هي النقلة اللي لها علاقة انه نحن لوين رايحين بفرقة سوريا للمسرح الراقص، شو الخطية اللي بدنا اياها بالضبط، رؤية الذات. هي تجلت خليني اقول بال 2016 لل 2017، لوصلنا بالاخير يعني من بعد 9 أعمال خليني أقول للفرقة بسوريا وخارج سوريا، وكل هاي الأعمال كانت على مستوى دار الأوبرا وبرعاية دار الأوبرا طبعا. حلو. مشكورة. ليش مشكورة؟ لأنه اليوم خلينا نكون شوي هيك منطقيين وشفافين أكثر. ببلد فيها حرب لمدة 7 سنوات وفيها أزمات وحصار من كافة دول العالم، إنجاز كبير لوزارة الثقافة السورية ومن دون أي مصلحة، يعني فيني مو بس هيك مو تحيز للسوري. لا 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 أبداً يعني أبداً، هذا واقع إنجاز أنه بعدك أنت فيك عم تضخي أموال ولو هاي الأموال شحيحة، ولكن لخدمة الثقافة والمسرح الراقص في سوريا يلي هو يعتبر حالة ترفية بدولة عند حرب. نورس يعني هذا صحيح. هذا إنجاز كبير. صحيح، إنجاز كتير كبير، والحديث يطول صحيح. عن الإبداع والإنجازات. يعني ضفت اليوم لصباحنا نكهة غير، بدنا نتشكر وجودك معنا. سلام. أكيد وأهلا وسهلا فيك مرة ثانية. خليك يا رب، شكرا جزيلا. نورس برو، نتمنى للفرقة فرقة سوريا المسرح الراقص التوفيق. احنا معكم بكل خطوة لنسلط الضوء على جميع نجاحاتكم، احنا فخورين فيكم ونتمنى لكم التوفيق، وتحيتنا لكل الفرقة. تسلم يا رب، أنا دائما خجلان قدام الأخبارية السورية، هاي بقولها على طول. يعني شكرا جزيلا، شرفتنا. وكل عام وانتم بألف خير. وانت بألف خير.